السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. from جرعل وسط الصومال. احنا وصلنا هنا في وسط الصومال عشان نشوف مشروع المياه بتاعة المسلم ايد، وفي نفس الوقت كنا لقينا واحنا ماشيين في الطريق وجدنا كتير جدا من البيوت دي كلها بسميها الددن. شايف البيت قد ايه؟ ده بيت النمل، ده او مملكة النمل اللي مكتوب عليها في سورة النمل في القرآن، لما النملة كانت بتتكلم بتقول بتحذر او باقي النمل من اصدقائها وابنائها وقبيلتها، تقول لهم ادخلوا مساكنكم لا يحتملنكم سليمان وجنوده. العظمه هنا في ايه؟ ان النمل وجد شجره قديمه ميته تقريبا، شايف مشجره، شجره هنا خلاص مفيش، لا هيستعملها طير ولا هيستعملها حيوان ولا هيستعملها اي حشره تانية. فبنى البيت بتاعه او المملكه بتاعته حوالين الشجره الميته. ده يعتبر عظمة الخلق وعظمة الخالق في تعليم الخلق كيف يستعملوا الأشياء المحلية أو المنتجات المحلية ويبنوا بيوتهم بيها. إحنا بنعمل بيوتنا من مواد مستوردة ما بتكونش متمشية مع المناخ اللي إحنا عايشين فيه. هنا في الداخل في مملكة النمل دي شايفين الحجم قد إيه وأنا حجمي قد إيه، أنا الإنسان وهي النملة. يمكن النملة حجمها بالنسبة لي ما تسويش واحد على 100,000، لكن هي بنت مكان او بنت بيت قد حجمي انا يمكن 4 أو 5 مرات بالتعاون والتكامل. داخل ان هو في الملكة موجودة وفي الشغالات موجودين وفي الممرضات موجودين وفي الدكاترة موجودين وفي اللي هم العيادات موجودة وفي المطابخ موجودة وفي الرعاية موجودة وفي الجيش النمل موجود. فداخل جوه هذا المكان في مملكة، مملكة منظمة، تنظيم رائع، تنظيم رباني، تنظيم خلائقي. نرى أنا رأيتها كتير من هؤلاء البيوت اللي بيسموها الددن باللغة الصومالية، وإحنا جايين من المطار لغاية هنا وكلها متجهة. شوفوا يا شباب هنا، شايف الاتجاه إن هو البيت من فوق كده ماشي الناحية دي، كلها متجهة للشمال، شمال الصومال اللي هو إيه؟ اللي هو مكة، اللي هي القبلة. كل البيوت اللي موجودة بيوت النمل اسمها الددن متجهة إلى الشمال، توحد ربنا وتعبد ربنا وتصلي لله سبحانه وتعالى حق وتعبده حق عبادة. أما إحنا يا شباب لما بنحبط لا بنوعي نفسنا ولا بنزود الإيمان عندنا، وبنفقد ثقتنا في الله سبحانه وتعالى، ونفقد ثقتنا في الخالق سبحانه وتعالى، ونفقد ثقتنا في أنفسنا. أما النمل هنا هو شايفين المواد المحلية بنوا منها مملكة مملكة مملكة. فهذه المملكة تعطينا فكرة عن قدرة الله سبحانه وتعالى في تعليم خلق الله سبحانه وتعالى كيف يتعاونوا مع بعض ويعيشوا مع بعض ويبنوا مجتمع. بناء المجتمع أصعب بكتير جدا من بناء عمارة أو بناء كوبري أو بناء طيارة. ليه؟ لأن بناء المجتمع بيدخل فيه التوافق المعيشي ما بين كل فرد من أبناء هذا المجتمع، توافق المعيشي ما بين كل فرد من أبناء هذا المجتمع. فاحنا النهاردة بنأدي تحية لنملة سليمان عليه السلام التي علمتنا كيف نبني مجتمعا، ولسليمان عليه السلام الذي ترجم لنا الحوار الذي دار بينه وبين النملة والذي سمعه يدور بين النمل وبعضهم بعضا، وعظمة خلق الله سبحانه وتعالى في التكوين الداخلي لوادي النمل. وادي النمل، وادي النمل الذي ذكره القرآن من قبل 1400 سنة. يا شباب لا إحباط، كونوا كالنمل. لا إحباط، كونوا كالنحل. لا إحباط، كونوا كهذه الكائنات معكم وعبادة ربكم سبحانه وتعالى، وعدم أن تحبطوا، وعدم اليأس، عدم اليأس، عدم اليأس، عدم اليأس، عدم اليأس على الناس. والتحدي ها هنا، والتحدي ها هنا، والتحدي هنا ما بين النمل ومياه الأنهار الأمطار ومياه الحفاير اللي هنشوفها فيما بعد إن شاء الله. جزاكم الله خير، ربنا يكرمكم ويبارك فيكم ويخلف عليكم ويجعلكم أنتم قادة المستقبل القريب والبعيد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.